ينضم إلينا رئيس لجنة الصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم في أخبار المملكة. كيف تقرؤون هذه التعديلات المتعلقة بمسألة أوامر الدفاع ويعني الانفتاح المجتمعي الذي أظهرته آخر التصريحات؟ أوكي سيدتي، الله يعطيك العافية جميعا. يعني أعتقد الإجراءات اللي بتقوم فيها الحكومة تتماشى مع الهدوء اللي بدي اسميه والانخفاض الذي يحدث على الحاله الوبائيه بشكل عام. خلال الفتره الماضيه، خلال الشهر الماضي، يمكن لاحظ الجميع انه في عندنا هدوء وفي عندنا ارقام كل ما لها بتقل. يعني احنا ما قبل شهر ونص كان عندنا ارقام عاليه، كنا سجل 23,000 حاله، 24,000 حاله يوميا، ولكن خلال الشهر الماضي حدث عندنا هبوط تدريجي بحيث وصلنا يعني لاخر امبارح كان في اخر صعيد اسبوعي اللي هي حدث اسبوعي صارت الان خلال اخر فتره. الان احنا بنحكي عن ارقام بسيطه، دخولات بسيطه، نسب كل مالها منخفضه عن الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي كان نسبه عندنا 22%، الان احنا بنحكي عن 12%. اعتقد الارقام تتماشى او في هبوط او تتماشى مع انتهاء الموجه الرابعه. الان الاجراءات التي قامت في الحكومه يمكن احنا طالبنا فيها من خلال كمان المملكه. قبل حوالي شهر من الان كنا في يوم جمعه حتى في لقاء زي هيك على الاخبار، وطالبنا في الاجراءات يكون عندنا اسبوعيه، يكون في عندنا تقريب الارقام بالفحوصات، عباره عن توجيه الفحوصات فقط للناس اللي عندهم اعراض الى اخره. واعتقد الان احنا بعد شهر من الان غالبيه الاشياء التي تحدثنا عنها قبل شهر هي الان عباره عن قرارات. اعتقد لم يبقى، حكينا هذا في الوقت انه في المطالبات، ولكن الان لم يبقى من كورونا الا يمكن بدي اسميها اشياء بسيطه، الكمامه بدنا نسميها، الاماكن المغلقه، واذا بدك تسمي حتى المطاعم، ولكن المطاعم اعتقد انها بتعاني بشكل كبير اخر فتره، ولذلك بلاحظ انه بصراحه الاقبال عليها اقبال بسيط عباره عن جدا. واخر شيء في بعض اوامر الدفاع التي بقيت، لانه قانون الدفاع لا زال موجود ولكن اوامر الدفاع بقيت فقط شيء بسيط. اعتقد الذي حدث اليوم هو قوننا اللي بدي اسميها او وضحها بشكل قانوني للاشياء بدي اسميها الممارسات اليوميه. خلال اليومين الماضيين انا كنت بصراحه رحت على مقرات اتحاديه، بصراحه كل الناس متجمعين بدون كمامات، بتحركوا براحتهم، تجمعات كبيره توصل للالاف، لذلك انا اعتقد هاي الاجراءات لازم تكون موجوده على الارض، لانه بصراحه هي ممارسه على الارض بشكل طبيعي، لذلك يجب ان يكون هناك تتماشى اوامر الدفاع مع الاجراءات اللي احنا ماشيين فيها. نعم. طب دكتور ابراهيم، يعني هناك اصوات تجرب يعني بعض هذه القرارات وتعتبرها بانها غير كافيه وتدعو الى يعني ازاله كل العوائق باستخدام الكمامه يعني ومساله التباعد الاجتماعي، بالتالي كيف تقرا لجنه الصحه والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان هذه المساله؟ طيب سيدتي، يعني في ناس بالعكس بتطالب، في ناس في عندك عباره عن جهتين، في ناس بتطالب لا، انه لا يا اخوان، انه الامور في عباره عن تسرع بالفتح، في عندنا انفتاح كامل، هذا الشيء ممكن يدخلنا في موجات قادمه لا سمح الله، وانه الفيروس لم ينتهي، وفي ناس بالعكس بتطالب بشكل عام انه خلاص نرجع لحياتنا الطبيعيه، نزيل كل شيء. انا اعتقد يعني صحيح يجب ان يكون هناك تدرج حسب الحاله الوبائية. الآن بما أنه فينا حالة وبائية مستقرة، الأرقام بسيطة، أعتقد الآن لا يوجد شيء. أعتقد الآن إحنا نتحرك براحتنا، التجمعات موجودة، مقبلين على رمضان من حوالي من سنتين ما يعني ما عشناش هذا الرمضان اللي متعودين عليه بالسابق، وزي ما بنعرف إحنا روح رمضان هو بالتجمعات، إن كان في صلاة تراويح أو تجمعات عائلية أو بكون في ناس مع بعض بتجمعوا كلياتهم، لذلك هذه الإجراءات كلياتها يجب أن تكون يعني متوازنة، ويجب أن تكون ماشية أو متقاطعة بلحظة معينة مع الأرقام اللي إحنا بنسجلها. الآن الخوف، الناس بتقول لك ممكن تصير في موجات قادمة، ما حدا بيعرف، ولكن الآن على الإشي الموجود لا يوجد الآن في بوادر بدي أسميها أنه يكون في عنا موجات قادمة. لذلك أنا أعتقد الإجراءات الماشية فيها إجراءات منطقية، بالعكس ممكن البناء عليها. الآن إحنا ما درعنا، كنا نحكي عن كمامة، الآن نحكي على الأماكن المفتوحة بشكل عام لا يوجد هناك كمامات، حتى الأماكن الداخلية لا يوجد، يعني بدي أسمي عدم التزام، ولكن بتمنى يكون في التزام، لأنه بصراحة تجمعات كبيرة الآن في انتخابات، تجمعات وراح تشوفي بعد الانتخابات بعد ما يصير في فوز بدي اسميها مرشحين بغض النظر قديش راح يكون موجودين، ولكن راح يكون في عنا تجمعات كبيره، راح تكون الناس يعني احتفالات كبيره، هاي نقطه. ورمضان كمان بعد اسبوعين راح تلاقي عباره عن تجمعات كبيره في التراويح، راح تلاقي في خيم رمضانيه تجمعات بشكل كبير، لذلك نتمنى احنا كل معك صريح يعني. نعم عزيزتي. لا تفضل اكمل. اللي بدي احكيه عباره عن رسائل، يمكن اهم رسالتي
في رسالة للحكومة، في رسالة للناس. رسالة للناس بشكل طبيعي أنه عيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ولكن يجب أن يكون في هناك التزام بسيط خصوصا في الأماكن المغلقة الداخلية. يعني كان بحفلة أو كنا بدنا نسميها في احتفال في انتخابات أو في احتفال عادي أو لا سمح الله حتى في عزيات أو في خيمات رمضانية أو في صلاة تراويح في التجمعات، يجب أن نحافظ على الأقل ما فيها الكمامة فقط، مش طالبين شتاء إحنا. وفي رسالة بدي أسميها للحكومة، يجب أن يكون هناك رقابة. يعني إحنا بدناش نقول الأمور خلاص انتهت ونسوي البناية، يجب أن يكون هناك بدي أسميها مراقبة للأرقام، مراقبة قديش الأرقام ترتفع للدخولات، ويجب أن يكون في هناك رقابة ولو بدي أسميها بسيطة ولكن يجب أن تكون، بحيث ما نقول الأمور انتهت بالمرة. لا، كورونا لم تنتهي علميا ولكن يمكن هي عمليا في النهايات، يمكن أحسن مصطلح ممكن نستخدمه. نعم إن شاء الله. رئيس لجنة الصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتور إبراهيم البدور، شكرا لك.